سيدي، ما حدا أعطانا أمر بخصوص وجهتنا. لوين بتأمرنا نروح هلا؟ أنا بدي أرجع على بلدي فورا. طلعوني من إسطنبول. تحت أمرك سيدي. سيدي أنت منيح؟ عم يحكني. شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد؟ ها؟ سيد جان، انفجر القارب يلي فيه السيد براندن، يعني قتلوه. جميل، انتبهوا واحموا الأستاذ منيح. مار، خلوكن عم تقوصوا وأنا رح أقرب على الهدف. نحن عم نقوص على الفاضي، مو مبينين بالعتمة. هن رح يحاولوا ياخذوا الأستاذ، انتبهوا. هيك تحصرونا من كل الجهات. الله يلعنهم. تتراجعوا عند إشارتي،
بس احموا حالكم منيح. رح عد للثلاثة. هاي نورا، واحد اثنين ثلاثة. عاكف عاكف احمونا. انت منيح؟ منيح، لا تقلقي، انتبهي. الله يلعنون، الله يلعنون. تحركوا فورا، رح ناخذ الهدف. تيمور، لازم ناخذ الاستاذ. دور لنرجع. اركب بهالسيارة، خذوا على مكان آمن. الهدف ابتعد، الهدف ابتعد، رح ننسحب. انسحاب. أنت منيح؟ منيح. متأكد؟ أنا منيح، بس إخواتنا. هلأ صار الوقت لحتى نطلع لبرا يا عاكف. رح نرجع لمكاننا القديم. حتى لو ما في مشكلة بتواجدك برا بشكل رسمي، بس في خطر عليك من الناحية الأمنية. خطر علي؟ هن لازم يفكروا بالخطر مو أنا. أنت عطيت التعليمات اللازمة، وخليوني جهزوا مكاننا القديم. ماشي أخي. وهالمكان هذا رح نفضيه؟ لا، رح أتابع الشغل مع الفريق هنيك، وأنا رح أعمل كل لقاءاتي المهمة هون. أنا ما فيني ضل قاعد هون وعادمين هالشرف موجودين برا عم يتفتلوا على راحتهم. لليوم ورايح ما عاد نتخبى. هلأ لازم يلي يهرب ويتخبى هنن. بس تتعرف على هالزلمة رح تحبه كتير يا متى. لما عرفت الضربة يلي سواها لمراد حبيته قبل ما نتقابل.
وصل الضيف اللي عم تستناه سيدي. طيب يجي. أهلا. لساتك مثل ما أنت، دقيق وأنيق. إذا بتحب تغير أنا بعطيك رقم خياطي. فكرت إنه رح نكون مجتمعين لحالنا. رفيقي متى، حبيت فورا إني أعرفكن على بعضكن، وهو رح يقدم لك مساعدة كبيرة بكل الأعمال اللي رح تسويها هون عنا، لأنه بالحقيقة هو شخص مميز بموضوع الاستخبارات. عن جد؟ معناتها لازم انتبه منه كتير منيح. تشرفت بمعرفتك. يا ترى كيف لازم ناديلك؟ جون سميد. تشرفت. تفضلوا اقعدوا.